مرحبا. يا ترى كم واحد عم يسمعنا هلأ وهو عم بيعجن أو عم يطرق المعمول؟ وكم واحد عم يسمعنا وهو مشتهي ريحته ولمته؟ طيب السؤال الأهم، كم واحد بيعرف شو قصة المعمول؟ ومين أول قوم عملوا المعمول؟ وشو دلالة الرسمات اللي منرسمها على قرص المعمول؟ أكيد مكتار اللي بيعرفوا، بس لما تضلوا معنا وتسمعونا رح تعرفوا كل شي حابين تعرفوا عن تاريخ المعمول. القصة اللي مو جديدة إنه الكل بيعرف ارتباط المعمول المباشر بالأعياد، وهو شكل من أشكال الاحتفال والفرح بالعيد، وبيتحضر بالعادة بالأيام القليلة يلي بتسبق أيام العيد. أهل الشام والخليج بيسموه معمول، أهل العراق بيسموه كليجا، المصريين بيسموه كحك. أما تاريخه فبيرجع لأيام الفراعنة، بدليل وجود رسوم بتوضح مراحل أعداده على جدران معابد منف وطيبة بمصر. وكانوا الفراعنة بيقدموه بالمناسبات السعيدة وبزيارات القبور، وحتى أنهم كمان كانوا يحطوا المعمول بالقبر مع الميت، لأنهم كانوا يأمنوا بالحياة بعد الموت، فبيحطوا المعمول ليأكلوا الميت خلال هي الرحلة من حياته الحالية لحياته الثانية. طيب يا ترى فكرتوا بأشكال ورسومات قرص المعمول من وين إجت؟ وليش أخذت هالأشكال؟ بما أنه المعمول صناعة فرعونية، فرسومات قرص المعمول أخذت شكلها من قرص الشمس للإشارة للإله الفرعوني أتن أو أتون، وهو إله الشمس أو الإله المنير مثل ما كانوا يسموه الفراعنة. وحافظت رسومات قرص المعمول على شكلها واللي لهلأ منشوفها شبه قرص الشمس. في روايات تانية بتقول إنه كعك كلمة فارسية بالأصل، وإنه أول من صنع الكعك أو المعمول هنن العثمانيين. والشي اللي منتفق عليه إنه صناعة المعمول أو الكعك شهدت فترة ازدهارة بظل الحكم الفاطمي، لدرجة إنه الفاطميين خصصوا إدارة حكومية عرفت باسم دار الفطرة، وكانت تهتم بتجهيز المعمول وتوزيعه، وابتكرت نقشات ورسمات جديدة من روح العصر. وأحياناً كانت الرسومات على شكل كتابة مزخرفة مثل كل هنيئاً، كل واشكر، بالشكر تدوم النعم. هي كانت قصة المعمول مثل ما وردت بالمصادر التاريخية. إذا عندكم معلومات تانية ما حكيناها شاركونا ياها. كل عام وأنتوا بألف خير.